نعم. لا. يس. نو. أيوة. لا. يا. نو. اي. لا. دا. نيت. الكلمات اللي سمعناها كلها معنى معنى واحد. نعم وبمعنى لا. في منها لهجات عربية وفي منها لغات أجنبية. العربية الفصحى ولهجاتها سميها قرايب، اللغات الأجنبية أجانب. في قاموسنا اللي راح نكتشف ونتعلم فيه عن اللغة العربية ولهجاتها واللغات المحيطة بها. قاموس قرايب أجانب. الصفحة الثانية. نعم لا. راح نستعرض كلمة نعم ولا باللغة العربية ولهجاتها واللغات الأجنبية الأخرى. في بالفصحى كلمة نعم، وشابهها في المعنى وأن اختلف قليلا كلمة أجل وكلمة بلا، وأيضا كلمة إي، واللي الظاهر أن اللهجات اعتمدت عليها واعتادت تستخدمها بدل نعم. لهجات تقول إي وأخرى تقول إي وأخرى تقول آي وأخرى تقول إي وأخرى تقول إيوة وأخرى تقول أيوة. أما كلمة لا بالفصحى فأغلب اللهجات العربية بتستخدمها مع شوية تغيير، لا ولأ ولأ أو لع. وجاءت كلمة لع بما أنه بعض اللهجات العربية كانت تبدل الهمزة بعين. تعالوا نشوف كيف نستخدم كلمة نعم ولا بعض اللهجات العربية مع بعض الأمثلة عليها. والمثال بيكون على السؤال هل تعرف، والإجابة إما تكون نعم أعرف أو لا لا أعرف. عندنا بالعراق نسأل تعرف، والجواب إما يكون إيه أعرف أو لا ما أعرف. وبسوريا بنسأل ونقول تعرف، والجواب راح يكون إما إيه بعرف أو لا ما بعرف. وبالخليج نسأل ونقول تعرف، والجواب يكون إما إيه أعرف أو لا ما أعرف. وفي مصر بنسأل ونقول تعرف أو عارف، والجواب إما يكون عارف أو لا مش عارف. أو بنقول كمان أيوة أعرف أو أيوة عارف أو لا مش عارف أو لا ما عرفش. هل تعرف باللهجة المغربية تعرف؟ الجواب يكون إما نعم أعرف، إيه كنعرف، أو إيه عارف، لا لا أعرف، لا ما كنعرفش، أو لا ما عارفش. والآن نستعرض كلمة نعم ولا باللغات الأجنبية، ونبدأ باللغة الفارسية واللغة التركية واللغة الكردية. كلمة نعم باللغات الثلاث هي فارسية بلي، تركي أفت، كردية بلي. أيضا الفارسية والكردية هناك كلمة أخرى أري. ما كلمة لا خير هاير نا. ولنلاحظ الهندية والصينية واليابانية. هانهي شدة ميو
هاي إيه. أما اللغات الأجنبية الأخرى؟ Yes, no. Oui, non. Ja, nein. Ja, nee. Sino. Sino. Да нет. لاحظنا أن اللهجات العربية أخذت كلمة إي وشكلتها بدل كلمة نعم. إي، إي، آي، أيوة، إيوة. ولاحظنا التشابه بين الفارسية والكردية. بلي، بلي، أو أري. وبين الهندية واليابانية. الهندية ها، واليابانية هاي. وبين باقي اللغات التي كلمة نعم فيها قريبة من كلمة إي في العربية، مثل يا، يس، وي، سي. وكلمة لا في العربية بقيت على حالها في اللهجات، لا، لكن مع بعض التشكيل، لا، 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 أو حتى لا. وهناك تشابه وتقارب بين كلمة لا في الفارسية والتركية، خاير، هاير. أغلب اللغات الباقية اعتمدت صوت إن في بداية كلمة لا، مثل نو، ناين، نيت، وحتى في الهندية نهي. هناك كلمة علوة. علوة أحد يعرف لنا هل هي كلمة مفردة أم مركبة من عدة مقاطع أو كلمات؟ اللي يعرف يشاركنا المعلومة. وانتظرونا في الصفحة القادمة من قاموس رايب.